فضلت ان انا اكمل صناعه الحقيقه، وكملت فعلا صناعه، اشتغلت تقريبا قرابه 12 سنه في شركه ايباكو، وبعدين خدت فيها الماستر والبي اتش دي. ثم الحقيقه التحقت مره اخرى بالجامعه كمحاضر لعلوم ممارسات التصنيع الجيد الخاصه بالصيدله الصناعيه، وتشرفت ان انا درست في الجامعه وفي اكثر من جامعه مصريه عينت بها كي ادرس هذه الماده يعني. وكان من الطبيعي ان انا في لحظه فارقه من حياه الانسان يفكر يبقى عنده عمل خاص. بعد ما تتكون لديك الحد الادنى من الخبرات الجيده، وطبعا بالنسبه لي كان حد معقول 12 سنه حد مقبول، انك تاخدي قرار تعملي حاجه خاصه بنفسك، وانك تكملي زي ما انت في الوظيفه في نفس الشركه وتاخدي مناصب اعلى. فاخذت القرار 1997 ان انا فعلا اعمل شركتي الخاصه، وكانت اول شركه عملتها اسمها دلتا فارما الادويه. وكان راس مالها كام؟ وكانت بتشتغل في ايه؟ يعني هتتخض شويه لما اقول لك راس المال. انا وزملائي اللي بدانا الفكره ما كانش عندنا فلوس، ما اتفقنا موظفين كويسين بناخد مرتبات عايشين منها كويس، لكن ما فيش كميه فلوس نركنها على جنب كده، ما فيش مسانده من الوالد خالص. ما فيش الوالد كان ربنا يديله الصحه ظابط قوات جويه، وكاي ظابط قوات جويه او قوات مسلحه يعني خلاص عرفنا الوضع مبسوط والدنيا تمام. بس تقدريش تقولي عندنا مبلغ كده نركنه للاستثمارات. طبعا استثمارات صناعه الادويه استثمارات ضخمه كبيره. بس هو التحدي الاصعب ان في 13 شريك. مظبوط. يعني بيشتركوا مع حضرتك في القرار، في الرؤيه، في اي قرار اداري تنفيذي. ده صحيح. طبعا دي اسمها الجمعيه العموميه، ولكن احنا كمجلس اداره بالعدد اقل طبعا من كده، والمجلس مشكورا راى فيا ان انا يعني اكون قائد لهذه المسيره، وكان معايا زميلي الدكتور حسين عبد المنعم رحمه الله عليه، فادرنا هذا العمل بشكل جيد الحمد لله. ورحنا بنك من بنوك الوطنية الجميلة بنك مصر، أخذنا منه 5 مليون جنيه على الخمسة الموجودين، خمسة وخمسة بقى عندنا 10. قفلنا الباب وتوكلنا على الله، بدأنا فعلا مصنعنا بخط إنتاج واحد، لكن ركزنا في منتجاتنا اللي بنطلعها. ركزنا قوي، وخلينا كل منتج بنطلعه مختلف تماما. اخترت منتج ايه ان حضرتك تصنعه في مصر؟ يمكن اول منتج عملته كان سوق مصر كله بيعرفه وبيشهده، مفيش بيت في مصر ما استعملوش، اسمه دولفين لبوسات. دولفين ده لبوس اي ده لسه بنستخدمه مازال حتى الان. وعملت منه بقى عائله دولفين الحقيقه بكل اشكالها، وده ما شاء الله لقطر بالله منتج رقم واحد في مصر النهارده خافض الحراره في هذا المجال اللي خاص باللبوسات. فالمنتج ده كانت شجعنا تشجيع كويس قوي ان احنا الحمد لله على الرايت تراك، على الخط المظبوط، وادانا الحماس والعزيمه ان احنا نكمل. ايوه بس هنا دكتور يعني مش عايزه افوت النو هاو. النوهاو هو اغلى حاجه في صناعه الادويه، وبتمتلكه الشركات العالميه، ومش بسهوله انها تتنازل عنه لدول مش لاشخاص شكرا. موجودين في الصناعه. ده صحيح. ده صحيح. هي بقى ايه؟ ده العلم. ما انت اتفقنا انك كملتي علم وخبره. فلما العلم ينطبق مع الخبره يدوا دايما ما يسمى بحق المعرفه او النوهاو. فحطينا في المنتج ده نوهاو في ماده معينه حطيناها جواها بتزود معدل امتصاص المادة الفعالة منه. فالبيبي في خلال 20-25 دقيقة بينزل حرارته تماما. وده اللي خلى السوق المصري كله يتكلم عن أطفال بيستخدم. لذلك لما عملنا المنتج ده كان بريك ثرو صحيح يعني. ومازال حتى الآن هو رقم واحد. ومازال حتى الآن نوها. وفي كل منتج طلعناه في بصمة. البصمة دي بنسميها الكومبتيتيف ايج. أو المعيار التنافسي أو الحد التنافسي. أيوة مين صاحب الملكية الفكرية؟ إحنا بقى يعني كشركة. احنا طبعا كاشخاص اولا لان ده علمنا، لكن ده انطبق على منتج في الشركه اصبح ملك الشركه. ايوه بس فكر بقى اللي احنا دايما مقتنعين بيه، لان دايما الجهات الحكوميه بتصدره لنا ان احنا ما عندناش حقوق ملكيه فكريه، ان احنا ما عندناش الخبراء والعلماء والاطباء اللي يقدروا ان هم يبتكروا او يكون عندهم حق معرفه بالنوها وبتاع الادويه. صحيح. استاذه منال حضرتك لمستي موضوع مهم جدا جدا يعني، وان ده بيكلف مليارات، وان احنا ما نقدرش نتواكب مع هذا الحجم من الاستثمار. حضرتك لمستي موضوع غايه في الاهميه. هل احنا نقدر نستطيع ام لا نستطيع؟ انا باكد لك وباكد للساده مشاهدينك الكرام، اقسم بالله العلي العظيم ان مصر تمتلك خبرات وقدرات فنيه وبشريه قادره على احداث الفرق ما لم تحدثه اي شركه عالميه. وانا بقول لك انا راجل مسؤول بعد يعني 34 سنة خبرة في مجال الصناعة،
عايز أأكد لك.